طيب عايز اسالكم، طيب دلوقتي يا ساجده اخر سؤال، انا هسألك بس. انتوا ساجده، ساجده تجاوب الاول ساجده بعدين هتجاوب الاول، تجاوب. انت تجاوب بعدها. ماشي. نفسك في ايه بقى؟ يعني جدول اعمالك ما شاء الله الضخم ده، اللي هو فيه موديلنج وفيه تمثيل واذاعه وسباحه وكمان في دراسه، ولا احنا مش بنذاكر؟ لا في، طب بنذاكر. طب الحمد لله. بس بتنظم وقتها ازاي برضو زي تقى؟ طب انت بتنظم وقتك ازاي في الجدول الكبير ده؟ انا بنظم وقتي، اللي بخلي وقت للمذاكره ووقت للفراغ اللي انا بعمل فيه كل حاجه، اللي هو اليوم اصلا وقت الفراغ. المذاكره دي بقى قبل الفجر كده بشويه نطلع لا لا بوظ لنا البنت. يعني انت بتروحي المدرسه وترجعي تذاكري تعملي الهوم ورك بتاعك، وبعد كده تروحي بقى تتدربي بقى، يسواء عندك موديلنج او هتعملي تدريبات على التمثيل، صح؟ والحاجات دي يا الحاجات دي يا خطيب في ايه؟ شاطره. الحاجات العاديه دي. والموديل وكل حاجه. طيب انا عايز اسالكم، طيب السؤال اللي كنت هساله لكم دلوقتي ساجده هسالها الاول بعد كده هسالته. نفسك في ايه لما تكبري، او نفسك تبقي عامله ازاي وتشتغلي ايه، او تبقى حياتك عامله ازاي؟ نفسي ابقى ممثله وموديل ودكتوره. دكتوره ايه الاول عشان ابقى عارف؟ عشان لو كده جاي اكشف عندك. دكتوره اطفال. ماشي عشان اجي اكشف عندك. ماشي. انا عايزه اسال سؤال، هو حضرتك طفل؟ انا؟ انت مش شايفه ان كل ده طفل؟ طب يا تقع تقع جايه من صوابع طويله شويه. هو يا رب. ونفسي اطلع مذيع. وان شاء الله تطلعي كل حاجه. نفسك تمثلي مع مين؟ نفسي امثل مع مين؟ مع مثلا قولي اي حد. تقى قالت الفنان الكبير مصطفى شعبان، وانت نفسك في مين تمثلي معاه؟ نفسي مثلا قولي. ماشي. اقول لك انا؟ طب اديكي اختيارات؟ لا. ها بصي يا ساجده، انت عايزه طنط النشوه؟ صح. نشوه مصطفى. نشوه مصطفى. طيب بس سهلة بس جدا، هي جميلة وطيبة وبتحب الناس كلها. بالظبط بالظبط. واكيد اكيد اكيد لو شافتك وسمعتنا اكيد اكيد يعني اول حاجة او عمل ليها هتبقي انت معاها ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا كمان هنبلغها ان شاء الله. نبلغها. انت عارفة ان هي معانا هنا في صدى البلد، صح؟ وانا سلمت عليها. بتكون قابلينا على طول. وانت يا تقى نفسك في ايه؟ غير التمثيل، انت نفسك تمثلي، نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ امثل ونفسي اطلع دكتور. دكتورة ايه بقى؟ مخ واعصاب. الله ما شاء الله. زي الدكتور بتاعي دكتور عبد الغفار فايد، هو اللي دايما كان بيقف جنبي وبيساعدني وبيخليني امشي على رجلي، انا الاول ما كنتش بمشي على رجلي خالص. الحمد لله. فانا عايزه اطلع دكتورة مخ واعصاب عشان اساعد كل اصحابي ان شاء الله. يا حبيبي. وانا عايزه اقابل تامر حسني عشان اغني. تامر حسني؟ بس صديقه اهو. صديقه صح. تامر حسني صح. وانا كمان. وانت كمان. يلا. طيب انا اعمل مسج.